التي نعتبرها كحرب شنت على أهم فئة في المجتمع الجزائري وهم الشباب، وذلك يعني سواء المؤثرات العقلية أو المخدرات. أما عن سبب انتشارها وأصبحت أرقام يعني مخيفة، ولما نتبع الإحصائيات ربما يعني من سنة إلى أخرى مفتئت الإحصائيات تتضاعف. إذا قارنا الإحصائيات التي كانت في 2022 و2021 خاصة ما يتعلق بالمؤثرات العقلية بأنواعها، فهناك يعني تضاعف أو مضاعفة إلى تصل إلى 50% 45%. كذلك المعيار الذي يوضح لنا بأن هذه الجرائم بأنواعها سواء العرض، التسليم، البيع، يعني النقل أو حتى الاستهلاك، يعني ما فتئت في تضاعف، كما أشار الدكتور لا تمر جلسة في محكمة إلا وتكون يعني قضية أو اثنين أو ثلاثة. وهذا الشيء يعني باش نزيدوا نوضحوا ونزيدوا نتعمقوا اكثر، هذه القضايا التي تصل الى الضبطيه القضائيه وبعدها يتم تقديمها امام النيابه والاحاله امام يعني محكمه الجناح. يعني بغض النظر ان كانت يعني قضايا يعني لم تتمكن الضبطيه القضائيه الى تفكيك جماعتها وغيرها، ونقولها بكل صراحه.